بوبي نعم بوبي، نعم بصيلي، صح؟ عايزة اكل دير، ازاي؟ كل دير ليه؟ كل دير يا محمود، كل دير اللي كان ايه على بيقول السبيل يعني؟ في ناس هتعدي في شقتنا عايزة تورتير ولا ايه ده؟ يا ابني ما سمعتش عن الكل دير اللي في الشقق؟ نعم الكولدير اللي هو بيكون بحنفيتين دول وفوقيه قارورة كده لبني كده. عارفه ده محطوط في المكتب عندنا في الشغل اي ايوه عزايز، هو ده عايزاه يا محمود هنا. احنا ما بنعملش حاجه بيه. ما بنعملش حاجة بيه. ايه هو انتوا ما بتعملوش حاجة؟ ده هيبقى حلو جدا، عملي جدا، بدل ما كل شوية نفضل نملى في ازايز ونفضي في ازايز. انا زهقت من ملي الازايز، هنملاها مرة واحدة. قلت مش لاقي حاجه نعملها فيلا نجيب تورتير. لا على فكرة مهم والله، أنا كل لما أقولك على حاجة عايزاها بتطلع مهمة في الآخر وبتفضل تستخدمها وبتبقى معترض عليها في الأول. اوعي تفتكر اللي هو بيعمل ميه سخنه بتعملي على منه فكرة شاي ولا بتاع؟ لا عادي، على فكرة ممكن نعمل منه شاي ويانسون وكل الحاجات، بينزل مية مغلية. مين قال لك ليه مغليه؟ عندنا ما بنعملش بيه. عارفه التات اللي بتاع ده بنعمل بيه برضه هنا. طيب ماشي، ما علينا. عارف لو انت مثلا في في تعبت الصيف، خلاص، هتبهولت بجد 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 هفتح الموقع دلوقتي وهشتري امه. بجد ماشي، هتفتح ايه يعني؟ انت عارف انهي نوع؟ انا عايزه اللي هو نوع كولدير. مش عايزه التورتير اللي فيه الازازه الكبيره البالونه دي اللي ايوه فوق عايزه براند القاروره دي. كولدير. ما هو في براندات كتير هتبك براند كولدير. خلاص، هتبهولك نايت او قطيطه صحيح يعني. انا مش عايزه كوتشي بو. بابا انا عاوزه اشرب. اي عيتشي على اسم ايوه، يقعد بقى نفضل نملى في ازايز ونفضي في ازايز. على فكره هيبقى عملي وجامد. انت بتجيبه بجد ولا بتاخدني على قد عقلي؟ بطرة وانا تايه من الشغل هتبلي التورتير معايا. حاجة تاني؟ لا قشطة تمام، سيبيني بقى عشان وانت الوقت. جاي من الشغل. انت مش قلت هتطلبه من الموقع؟ انت بتحور بقى، شفت؟ بطرة هروح هتبولد. طب انت سيبك انت من كل ده، واخد بالك انت من الاضاءة؟ لا الاضاءة جامدة على فكرة. اي خدمة، انا اللي عامل لوتو من الستايلات الرينج لايت الاستوديو. عامل شغل جامد.